كل قلبي يروح لحاله. طب وماله؟ كل لحظة عاش قلبي أنسيها له. يا فراق قرب فرقنا خلاص، للبعض اشتقنا. فراق قرب فرقنا خلاص، للبعض اشتقنا خلاص. صدقني نصيبنا للبعض والوقت. فكرك وعرفك ما نسيتنيش، وقلبي لك تمشي. قال لي همشي وراك، يلي الحنان وفي كل ما فيه يتمنى لحظة تحن علي. وانا من قلبي بدعي لك تعيش مرتاح حبيبي. انا ليلي بيعدي وانا لوحدي هموت وانسى. ليه بتوحشني ومش قادر اكون وياك؟ انا ليلي بيعدي وانا لوحدي هموت وانسى. ليه بتوحشني ومش قادر اكون. ايه العظمه دي؟ لا ده انا ما شفتكش يجي من 95 سنه هتحب يا راجل. الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام حبيبي. احسنتم يا جماعه. اتفضل. هيثم نبيل، ذلك المطرب العظيم، الملحن العبقري. ازيك يا هيثم؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ازيك هيثم؟ انت بتقب وتغطس فين؟ عايز تعرف الحكايه الحقيقيه ولا شوف، انا لو انا ذاكرتي لسه مش بعافيه قوي والسن ما عملش عمايله قوي، انا فاكر اول مره اتقابلنا كانت 2009. مظبوط. في نجومه في ام. صح كده. صح. حلو قوي. وكنا عندنا جوه الاستوديوهات بتاعتنا وحاجات، وفرحانين بيك فرحه الدنيا كنا من وقتها. وانا فاكر كويس انه الاغنيه الاولانيه كنت انا اللي عامل فويس اوفر بتاعها. مظبوط. اقول لك كنت قايلها ازاي؟ ها، هيثم نبيل أغنية جديدة على نجوم اف ام. صح. ولو عايز انا حافظها بصوتك. كنت سباق اجمد 7 الساعة 7. مظبوط. لنا على يا نهار ابيض. كانت ايام حلوة جدا. جدا جدا الحقيقة. تظهر وتسطع نجومية هيثم، وبعدين فجأة تلاقي هيثم اختفى وغطس. احكي لي. بص انا يعني هقول لك. انا الحقيقة اخر البوم نزلته 2016. قبلها على طول حصل عندي يعني ظروف عائلية كده، ان اخويا توفى الله يرحمه في حادثه. بعديها بشويه انا دخلت في حاله نفسيه كده ان انا مش قادر اغني. انا كنت فعلا ما بعرفش اختار لنفسي اغاني، مش قادر اخش في الحاله. ان بعدها على طول والدي
توف... مش تو... والدي جات له مشكله يعني صحيه جلطه، فانا حقيقي كنت في ستريس كبير جدا. اللي حصل ان انا فعلا ما كنتش بعرف ابعد عن البيت، ما بعرفش. انا والدي كان عايش معايا، وكان الموضوع يعني انا ما اعرفش انزل غير لو اخويا موجود، ما اعرفش. فالحقيقه اتربكت شويه الحقيقه يعني بالنسبه لي. لكن اللي حصل بقى ان كان قصاد ده ربنا كرمني بقى كرم كبير في ان انا عندي موهبه التلحين والكتابه ساعتها استغليت ده في ان انا كلمني المخرج مجدي الهواري، وكلمني المخرج محمد سامي، واتكلموا معايا في ان احنا عايزينك تعمل لنا اغاني للمسلسل. يعني هي بدات كده في الاول، والحقيقه دي كانت اكتر حاجه اقدر اعملها في الظروف اللي انا كنت فيها، ان انا كنت بشتغل من البيت، من جوه البيت. والحمد لله يعني انا عملت ساعتها، عملت ولد الغلابه، اغاني ولد الغلابه، عملت اغاني مسلسل برنس كلها ما عدا التترات، كان كلامي ولحني، عملت لؤلؤ، عملت نسل الاغراب، عملت الحمد لله اعمال كتيره قويه كان ربنا بيكرم فيها، رغم ان انا فعلا كنت شغال من جوه البيت. وحقيقي في حاجات انا كنت دايما اقولها، ان في حاجات انا كنت بعملها وانا جوه المستشفى، ما برضاش ادخل الناس او الناس اللي بشتغل معاها في حياتي الشخصيه. فكنت حقيقي بشتغل، ربنا بقى كان كرمني كرم كبير جدا. بس انا ابويا كان حاسس ان هو اللي حاصل ده معطلني، وانا كنت شايف العكس تماما. انا الحقيقه ان كان اللي كنت بعمله عدتي تحت رجل ابويا كانت من سبب، في الله يرحمه يعني هو توفاه الله من 5 شهور، قعدتي تحت رجل ابويا كانت سبب ان كل حاجه بعملها من جوه البيت بتدغدغ الدنيا. يعني كان في باور مش طبيعي ان انا ابقى شايل مسلسل زي البرنس ده كله كلامي ولحني، 10 اغاني كلها اغاني انسانيه. وكمان المخرج محمد سامي كانت المشاهد مؤثره جدا ودايس، وحاجات ليها علاقه بالاب وحاجات ليها، فانا كنت جوه الحاله جدا. فربنا كان كرمني كرم كبير في الموضوع ده، والحمد لله دلوقتي يعني رجعت واحده واحده، ورجعت بدات اشتغل على اغاني بقى، البومي ان شاء الله وهيبدا ينزل من بعد رمضان باذن الله. ده كان سبب سامي رفيق المشوار برضه حقيقي، من البدايه وحتى اللحظه، صديق الطفوله وصاحب فضل كبير جدا، لان هو كان عارف يعني كان عارف الموهبه اللي عندي، وعارف الطاقه اللي جوايا الفنيه، وكان عارف برضه الاسباب الانسانيه اللي عندي. فكان بيقول لي احنا في اسد عندنا قاعد انت جوه البيت، انا عايز الطاقه دي ونعمل حاجه. الحقيقه من الناس اللي فوقتني، من الناس اللي ما سابتنيش اغرق في انا قعدت 3 سنين بدقن، ما كنتش عمري ربيت دقن في حياتي. انا على فكره انا ما كنتش مكتئب، يعني ما كنتش مكتئب، بس بيبقى جواك حاجه كده انت مش حاسس، بس بعد كده عرفت انا كان فيا ايه. بس ايه حسيت انه ايه؟ ماليش نفس للدنيا؟ لا لا، انا شخص ايجابي جدا. حلو، شخص ايجابي جدا يعني. لكن انا كنت يعني اهم اشخاص في حياتي الاعمده يعني الرئيسيه بتوع ورا بعض، وانا شخص يعني حساس جدا. يعني انا لو عديت من قدام بيت كنا بنذاكر فيه واحنا صغيرين والبيت ده اتباع، ابقى متاثر. انا متاثر بالاماكن وبالروايح وبالحاجات دي. أيوه. فطبعا لما يحصل ان اخويا الكبير توفى فجأة، انا اللي حاضر الحادثة، بعديها والدي، بعديها يعني كانت حاجات صعبة. الحمد لله انها يعني ده، انا بس عايز اقول حاجة برضو للناس، ارجوك، ده كان استثمار كبير جدا ان انت تقعد تحت رجل اهلك. طبعا، وده كان استثمار كبير جدا، وما كانش بيحصل النجاحات الكبيرة دي غير بسبب ده. ولغاية دلوقتي انا بحصد ده، حتى بعد وفاة ابويا الحمد لله انا يعني ربنا كرمني في اعمال كويسة هتنزل، واعمال كويسة نزلت. ويعني فالحقيقه يعني الاستثمار في الاهل ده اهم استثمار. اهو اللي انت قلته ده احلى من المزيكا حبيبي، ده حقيقي. خليك والله، وان كانت مزيكتك برضو مختلفه وما هياش صعبه على الاطلاق. طب انا هقول لك الحاجه، واحنا بنطلع الفاصل، انا مراهن اصحابي وزمايلي هنا ان انت ممكن تلحن خبر. قلت لهم هو يقدر، مش كده بالذمه صح بدر؟ انت قاعد ساكت ليه يا بدر؟ اطربنا. فقلت لهم ده ممكن يلحن خبر، فقولي لي ازاي؟ قلت لهم والله انا ادفع نص عمري انه يعرف يلحن خبر. قلت لهم انا عارفه. نجرب. عندك حاجه؟ ما من السكريبت هنلاقي حاجه. حدث ولا حرج يا مكتر الاخبار. ماشي. عندنا انا هستاذنكم جميعا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام مع
انسان اكتر من رائع، حط ما بين قوسين، ودي تجربه حقيقيه وشخصيه تمتد النهارده ل 13 سنه ما تقابلناش فيهم كتير، بس لم اجد حد يتكلم عن هذا الرجل الا وقال بالظبط كده، اصل ده واد حلو وابن اصول. ربنا يخليك والله، واد هنا بلغوه المصريين يعني حد جدع قوي يعني. فهنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. ماشي. ما تاخدناش في دوكا. طب اقول لك على حاجه، نغني حاجه محضرينها والقلب الجديد اديك حاجه. ماشي ماشي، عشان مش مجهزين معاهم. ماشي يلا، هنغني تتر نسل الاغراب. حلو قوي. انا اللي عامل تتر نسل الاغراب، كان غناء تامر حسني طبعا، النجم الكبير تامر حسني، وكانت كلمات ساره سعيد ولحني وتوزيع فهد. يلا بينا. يلا بينا. من صلب بعض على الورق وفرانة من طريقين، والود في قلوبنا انحرق، عدى سلف والدين، صدق اللي قال ان الزمن لو تأمنوا ينهيك، نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين،
ناشوا الوصول لاجل الوصول، دول كدابين زفة سلسل رماد سرسب وفار خلى القلوب جافة. عجبي على قلبي عمل غرور وعايش سنين وصار أغرب من نبتة التراب بمزان ملوش كفة. ناشوا الوصول لأجل الوصول، دول كدابين زفة سلسل رماد سرسب وفار خلى القلوب جافة. عجبي على اللي عمه غروره عايش سنين وسرار أغرب من نبتة التراب بمزان ملوش كفة. مناش جبيل سلك الخلف صباح القلوب أغرام، ضل الشموس جوا النفوس عتمة سواد وسرام. عجبي على النسل اللي عاش يحصد في زرع الغيب وفي دمه دقنه بالبشر عنده الجشع سرام. من صلب بعض على الورق وفرعنا من طريقين، والود في قلوبنا انحرق عند السلف والدين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ التسقيف ما ينفعش، مش هيكفي. اقعد. تعالى بقى نتكلم حبه على الالبوم اللي جاي. الالبوم الجاي هيبقى قد ايه؟ الالبوم ايه؟ الالبوم اللي جاي هينزل بعد العيد ان شاء الله باذن الله. هيبقى كام غنوه؟ 8 اغاني ان شاء الله. 8؟ امال انا كنت اسمع دايما يقول لك الالبومات تبقى 10، مش عارف هل ده 10 رقم؟ لا هو اصلا احنا بطلنا نعمل البوم. ايوه يعني الناس بقت بتنزل دلوقتي كلها هم 8 البومات بس هم هينزلوا في شكل سنجلز، يعني بين كل اسبوعين اغنيه. اوكي، كل اسبوعين أغنية. كل اغنيه تاخد حقها كده. يعني دلوقتي طبعا الموضوع اختلف شويه، فبقى فكره ان انت تنزل بالبوم مره واحده لا، يعني ده دلوقتي ما بقاش الصح. يعني بقى الصح ان انت كل اغنيه تاخد نفسها شويه من الانتشار ومن الكامبين ومن يعني تاخد مساحتها في السمع، علشان خلاص احنا في عصر السرعه دلوقتي. في عصر السوشيال ميديا هي اللي خلتنا نعمل كده. مش طبعا طبعا كان زمان لا، او البوم وينزل وفرشه اولى وفرشه ثانيه ومش عارف ايه. ده حقيقي، القصة اختلفت. كانت ميموري يعني الصناعة زمان كانت أحلى. أنا ما حضرتش بقى الفترة، يعني فترة التسعينات دي أنا ما كنتش بغني فيها. صح. بس دايما أتكلم كل ما أقابل حد من الجيل ده، الكب وحميد الشاعري وهشام عباس، أقول لهم أنا بغير منكم جدا. طبعا. فكرة إن التجار يبقوا قاعدين بايتين على الرصيف للصبح عشان ياخدوا البوسترات والمين يجيب، دي صناعة. يا دين النبي، عايز احنا كنا بنبقى واقفين احنا في الشارع كناس يعني طلبه وتلامذه وحاجات زي كده مستنيين الالبومز اللي هتنزل. أيوة. عشان بقى مين بيحب ايه اكتر، ده بيحب عمرو دياب وده بيحب هشام وده يحب حميد وده يحب، وتنشر البوستر مش عارف ان انت جبت الالبوم. طبعا يا نهار ابيض، كانت بتبقى حدوته. طبعاً. طيب الالبوم بقى مين اللي تعاون معاك فيه؟ تعاملت مع عادل حقي، موزع عادل حقي طبعا، ده شريك نجاح، ده عملنا مع بعض حاجات كتير. جميل جدا. جميل. موزع احمد عبد السلام، موزع حسين النجار، محمد الشاعر، زوم، المؤلفين ساره سعيد وكريم سامي، وانا كاتب اغاني في الالبوم، وفي كرولوس نشأت، يعني مجموعه كده من الشباب، الناس اللي ليهم شغل في السوق وناس جديده موجودين معايا في الالبوم، وعاملين ان شاء الله حاجات حلوه قوي. بس كله الحان هيثم نبيل؟ كله الحان. يا وعندنا كام اغنيه تاليف هيثم نبيل في الالبوم؟ واحده بس كده. بس خلي بالك انا ما بكتبش، الفكره ان يتقال ان انا بكتب، انا بكتب الحاجه اللي بتلمسني وببقى حاسس ان انا عايز اعملها، او الحاجات اللي ليها علاقه بالدراما والمسلسلات فانا مش من الناس اللي عندي يعني عندي تشبه شويه من فكره ان انا مش فكره ان انت تلاقيني مكتوب كلمات والحان وتوزيع واخراج
انا على فكره عندي الحاجات دي، بس انا بعملها في وقتها للمطلوب. صح، على مقاسها، على مقاسها لما المساله تحتاج. يعني انا هفاجئك بحاجه مثلا بعيد عن الكتابه والتلحين والغنى. انا كاتب فيلم. لا والله، يعني في فيلم بيتحضر الفتره اللي جايه. بيتحضر يعني اتكتب واتعرض على المنتج والمخرج، فان شاء الله كده يعني يبقى برضو هيبقى فيلم. لا كويسة. مش هعرف منك تفاصيل انا عارف، ومش هتقول لي انت فاهم، بالرغم ان انت اطيب من انك انت تعرف تخبي، انا واثق من في شويه ذلك. شر، في شويه شر على الجنب. لا اطلاقا، ما فيكش كده خالص، ده بجد يعني. حبيبي ربنا يخليك. لكن الفيلم عموما نوعه ايه؟ يعني هيبقى ايه؟ كوميدي؟ هو فيلم لا سسبنس اجتماعي. اوكي، هيبقى في حاجه سايكو انا كدا. في الانسانيات عجبك؟ انا متاكد هتلاقيني. لا انا متاكد ده. الفيلم ده اتكتب بقى في الفتره اللي بحكي لك عليها، كانت مرحله صعبه. بس طلعت مني حاجات كثيره حلوه حقيقه. هو زي ما انت بتقول، انا كنت بغني وحفلات وبروح وباجي، فلما الطاقه دي اتحبست انفجرت بقى في مشاعر، في كتابات وفي الحان وفي يعني كده. أنا عايز أستأذنك نروح لفاصل، إن أنت هتاخدني كمان لبعض الأمور المؤلمة بالنسبة لي أنا كمان. فخليني أروح. لا مش عايزين نتكلم، فأنا جاي في دماغي أبويا فورا، الله يرحمه. فخليني أروح لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل هنحاول إن أنا أكسب الرهان قدام جرمق. ماشي، هكسبه لك. اختار بقى اللي أنت عايزه من الحاجات دي، أصل أنا واثق، أنا عارفه. طب ولا إيه؟ ماشي، لما تعالوا نروح للفاصل ونرجع لهيثم نبيل مرة تانية. بص انا كنت عايز نقعد اكتر بكتير يا هيثم، لانك فعلا وحشني، وانا فعلا احبك، وفعلا اقدر جدا موهبتك العظيمه الرائعه العبقريه. يعني ربنا يخليك. شوف احنا هنتقابل تاني وتالت بقى خلاص ان شاء الله، كتير باذن الله. باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله. وهنفضل دايما هنتقابل بقى واحنا بنسمع الاغاني، وحاب نسمع تترات الخ الخ الخ. انا مضطر اقول سلامات، لكن هسيبك انت بقى مع المشاهدين والمشاهدات والجماهير الغفيره تسمعنا اللي انت عايز تسمعه لنا. اوكي ماشي. اشكرك يا هيثم، نورتنا وشرفتنا. انا شرفت ان كنت موجود معاك. اوعى تقول كده، ده احنا اصحاب قدام جدا معاك، وانا اللي متشرف. يعني اعلامي جميل يا ومحترم. يا رب يخليك يا هيثم، ربنا يخليك. وشخص جميل، وبجد اتشرفت بوجودي معاك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. شكرا يا جماعه، والله العظيم ده مش عارف اشكركم ازاي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ توكل على الله. يلا بينا. ممكن ايه بقى؟ ممكن نظبط المايك اللي بيطير. بركان غضب هد القلوب، شايل في قلبه سنين، راجع كمان مسعور جسور، طايح زئير ومخيب، كتوم غرور الشر نسي وحكمة ليا سنين، اتقي شر الحليم لو يوم يسن السين. محبوس ورا القطار، وادي الاسد خارج بيناش كل طبع جبان، في الدنيا راهن على الاسد القران كسبان، بركان غضب هد القلوب، شايل في قلبه سنين، راجع كمان مسعور جسور، طايح زئير ومخيب، كتوم غرور
الشر نسي وحكمل يا سنين اتقي شر الحليم لو يوم يسن السين. كمان واحدة عشان خاطري. واحدة كمان عشان خاطري. طيب حاضر. ممكن نقول كيف الديابة من الأغاني اللي بحبها قوي في نفس. يلا بينا. يلا. بدر يعني وانا كمان بشكر ياسر وعلاء وشريف حلوة. وبدر كيف الديابة كامش في العتمة بنا بو نهش في لحم الوال خسيس انشك وتلموا اكل